ضمن ورشة عمل على مدار 3 أيام لإبراز سحر الصمت وجاذبيته، المجلس الإماراتي لكتب اليافعين ينظم ورشة عمل للرسامين والمصممين حول الكتب الصامتة. المزيد في تقرير الزميل سعود الكتبي. تحت عنوان كيف تؤلف كتبا صامتة، أتت الورشة التي قدمتها الفنانة الفنلندية إيمي جورمالينين بحضور عدد من الفنانين والرسامين ومصممي الجرافيك على هامش معرض الكتب الصامتة الذي ينظم حاليا في مبنى الطبق الطائر في الشارقة. طبعا الكتاب الصامت هو الكتاب الذي لا يحتوي على كلمة ويعتمد بشكل كلي على تسلسله الصوري الغني بالفكر والمحتوى. وتعرف المشاركون من خلال الورشة إلى فكرة ومفهوم الكتاب الصامت، وذلك عبر شرح نظري وتطبيقي لهذه الفكرة الرائدة. بيّن أن الكتب الصامتة التي تسهم في محو الأمية البصرية إذ تعد ضرورة حتمية لتعزيز الإبداع والابتكار وتطوير التفكير النقدي وتحسين الإنجاز التعليمي وتقوية مشاعر التعاطف مع الآخرين. أتت فكرة الكتب الصامتة من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، وهي أكبر جزيرة في إيطاليا ونقطة التقاء اللاجئين حول العالم. طبعا لصعوبة التواصل مع هؤلاء الأطفال، قاموا القائمين على الجزيرة بتوفير هذه الكتب الأطفال لتشكل لهم فضاء رحبا تعليميا فنيا وتربويا، ليخرجوا من الفضاء أو من خبرة فكرة اللجوء. تهدف الورشة إلى تطوير قدرات مجموعة من الفنانين والرسامين المتخصصين في إنتاج كتب الأطفال، حيث إن المعرض يقام للمرة الأولى في المنطقة، وترسيخا لمكانة الشارقة العالمية باعتبارها عاصمة للثقافة والفنون، ولتحقيق أقصى قدر من الفائدة من خلال تدريب المتخصصين في الأدب والفنون على إنتاج هذا النوع الفريد من الكتب. حين يتحول الصمت إلى لغة للحوار ويغازل التأمل الخيال لينسجا معا حوارا مختلفا ومميزا ومتفردا، فلا تندهش ولا تتعجب، فأنت على أرض العاصمة العالمية للكتاب الشارقة. لأخبار الدار سعود الكتبي.